فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان يقول في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة هل يجوز للمسلم أن يقوم بالاستياك حال الخطبة؟ في خطبة الجمعة هل يجوز للمسلم الذي يحضر الخطبة أن يقوم بالسواك أثناء الخطبة؟ الجمعة؟ نعم. لا، وقت الجمعة ما يعمل حركة، وقت الخطبة ما يعمل حركة ولا يتكلم ولا، وإنما ينصت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.